السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا موضوع مشيق اللي هو البوينترز. البوينتر ببعض المفاهيم تعتبر هي مجرد نوع من المتغيرات، بس مع ذلك فهي نوع مختلف عن المتغير. هو متغير وظيفته أنه تستخدم لخزن عنوان بالذاكرة، وهذا ينبهنا أنه السي ليست مجرد لغة لمستوى عالي، وإنما إلها خصائص في low level language من المستوى الواطئ، لأنها تسمح لك بأنه تدير الذواكر مباشرة بطريقة واضحة جدا جدا. لذلك لازم تكون حذر جدا، لأنه يمكنك أنه تصل للأشياء تسبب إلى الدمار الحاسبة إذا أسيت استخدامها، وممكن أنه تصنع من عدها تطبيقات ممتازة إذا أحسن استخدامها. كون أنه البوينتر يخزن بالعناوين، فراح تكون هي بوينت، هي مؤشر لنوع معين من البيانات. يعني عفوا ناخذ مثال، نلاحظ هنا لما أقول إنت، هذا الستار، هاي النجمة، هي دلالة على أنه هذا المتغير هو بوينتر. هذا النمبر ليس نمبر عادي، هذا المتغير ليس متغير عادي، لكنه بوينتر. هذا البوينتر يخزن العنوان الادرس في الميموري على شكل انت انتجر. شلون تلاحظ انه هي بوينتر؟ عن طريق النجمه. هذا الشيء واضح. اذا النجمه هي او الستار هي تأشير أو يؤشر لك هاي العلامة إلى أنه هذا هو pointer، وهذا يؤكد أنه هذا متغير ليس بمتغير عادي وإنما هذا pointer. أوكي، إذن هذا لو أخذنا الفكرة أخرى، هذا أيضا pointer، لكن هذا pointer راح يقوم بخزن العنوان على شكل char. هذا pointer راح يقوم بخزن العنوان على شكل double. ولو نجي ننظر إلى التعاريف، لاحظ كيف أنا عرفت pointer init والمتغير char والمتغير double والمتغير، أي بمعنى نفس القوانين المطبقة على المتغيرات الاعتيادية ونفس الأماكن اللي تضع بيها المتغيرات هي نفس هالpointer. يعني pointer نفس سلوك المتغير الاعتيادي، الفرق الوحيد هو أنه موجود نجمة قبلها. أوكي، طبعا بالحقيقة هو كل pointer يستطيع أنه فقط يؤشر إلى عنوان اللي راح تستخدمه عند التعريف. فهذا هي فكرة البوينتر. طبعا أكيد الدروس القادمة احنا حنشرح بالتفصيل، لكن هذا الدرس فقط حتى نوضح لك شو هو البوينتر، لأن في كثير من الناس بتخربط، يعني بيتخربط عندها كلمة تفسير البوينتر. فأرجو أن يكون الفكرة وضحت. لهنا نوقف، نكمل لكم الدرس القادم. مع السلامة.